صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنميه الاقتصاديه حفظه الله قرار رقم ثلاثه لسنه 2024 بتعديل بعض احكام القرار رقم واحد لسنه 2022 باعاده تشكيل مجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه جاء فيه يعين وزير شؤون مجلس الوزراء عضوا في مجلس اداره شركه ممتلكات البحرين القابضه بدلا من وزير المواصلات والاتصالات وتكون مده عضويته لنهايه مده المجلس الحالي